انا شايف سعادتك ان حد المريض ما اتطهرتش، وانا بعد دراسه مستوفاه عن حاله المريض والتقارير الطبيه المرفقه، انا شايف فعلا انه لازم ندخله عنبر مشاركه جماعيه، لان ده هيساعده في العلاج وبشكل فعال. ازاي تقول الكلام ده يا دكتور وانت عارف انه استغل سذاجه موظف في المستشفى واستخدم اله حاده؟ انا عارف ان سعادتك اثناء مرورك على عنبر حلاقه شفته ماسك مقص حلاقه، بس مفيش حد قدم شكوى ضده انه بيهدد حد، ولا فيش اي خطوره على حياه النزلاء او العاملين. وانا هستنى لما يبقى فيه خطوره على حياه النزلاء والعاملين التقارير الطبيه اللي اتقدمت للمحكمه انه حالته خطيره ذهنيا. قرار محكمه سعادتك مبني على تقارير وبعض التقارير اللي بتثبت ان لحظه ارتكاب الجريمه كان فاقد لقواه العقليه، لكن بعض تقارير الاطباء المشهود بنزاهتهم اللي كانوا بيعالجوه قبل وقوع الجريمه كاتبين في تقريرهم ان مرضه الذهني عباره عن انفصام بسيط. انا في كل الحالات مش هوافق على نقل العنبر جماعي قبل مرور 6 أشهر على تقرير يؤكد سلامة حالته النفسية. الحالة يا فندم، الحالة في عمر 3 بيكسر الباب على حد وبيصرخ بجنون. عنده كده؟ ادي اللي انا كنت عامل حسابه. بيهددنا لو حد فتح الباب هيضرب روحه بالمقص. عاجبك الكلام ده؟ أنا حذرتكم، أنا حذرتك قبل كده 100 مرة يا دكتور محمد وأنت ما بتسمعش كلامي. هو إيه اللي حصل يا أحمد؟ الصبي بتاع الزقزوق هايج وعايز يموت نفسه. خلاص صنفتوه صبي زقزوق، تم تعيينه في عقولكم واستقر في ضمير وجدانكم انه بقى صبي زقزوق الحلاق مش حاله مرضيه محتاجه لعنايه. انا ناقصك انت كمان، من فضلك يا دكتور دمراني اسكت دلوقتي. لو حد فتح عليا الباب انا هضرب روحي من المقص وحمل بالمسؤوليه. انا عايز عم زقزوق، افتح ابوك. مش هفتح الباب تقول عم زقزوق، انا مش مجنون. عايزين مني ايه؟ انا عايز عم زقزوق. عاجبك كده؟ اتفضل اتصرف بقى يا دكتور محمد. معلش يا دكتور زهني، سيب لي فرصه بس اشوف ايه اللي بيحصل. اتفضل. اهدى يا حامد، اهدى، فهمني عايز ايه؟ عايزين مني ايه؟ لو حد فيكم دخل عليا انا هضرب نفسي من المقص وحملت المسؤوليه. انا قلت لك عايز عم زقزوق، عايز عم زقزوق. هات يا زقزوق بسرعه. ارمي بقى المقص في ايدك. لا يا اخويا انت بتكدب عليا. هات لي زقزوق دلوقتي حالا. انا هو يا دكتور. اهو جاي لك عم زقزوق اهو يا سيدي. انا هنا يا حامد يا ابني. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ ده احنا ما صدقنا انك انت عرفت ترجع لروحك شويه، تقوم تعمل في روحك كده. عايز اشوفك قبل ما اموت او اتجنن. طب خليهم يفتحوا الباب وانا هخش لك معاهم يا ابني. فتشوا فين المقص؟ فين المقص اللي معاه؟ فتشوا كويس. فين المقص؟ فين المقص يا حمد؟ مقص ايه؟ اللي خده من زقزوق. لا يا باشا هو ما خدش مني حاجة، أنا العدة بتاعتي كاملة أهي، المشط والمقص والمكنة من غير مقص في الشنطة. هات يا زقزوق تعالى على المكتب. استنى بس، ياخده فين؟ لازم ياخد حقنة أو بس الكهرباء، وبعدين لازم تفتشوا على المقص. لو سمحت يا دكتور زوني دي مسؤوليتي وأنا هتصرف. يلا يا زلمة. فتشوا على المقص. يلا يا فتشوا في كل حتة. طيب. اتفضل. يلا سلام. أنا عايز أعرف أنت عملت كده ليه؟ سعادتك بتسألني كمجنون ولا كعاقل؟ ده مش وقت هزار. أنا ما بهزرش، أنا عمري ما هزرت وضحكت. أنا لو كنت بعرف أهزر وأضحك ما كنتش جيت عند سعادتك هنا، ما كنتش دخلت مستشفى المجانين من الأصل. عايز تفهمني إنك عاقل؟ من غير مؤاخذة يا دكتور، حامد ابني عاقل وحلو قوي بالصلاة على النبي. وبعدين معاك يا زقزوق، مفيش داعي تتكلم إلا ما حد يسألك. حاضر يا دكتور محمد، أنا مش ناسي قصة الودن والله. الحارس بلغنا إن معاك مقص بتهدد بيه. الحارس سمع بس ما شافش يا دكتور، واللي سمع غير اللي شاف. انا اللي زعقت وقلت اللي هيخش عليا هضرب نفسي بالمقص. ما تستغربهاش من منين، من غير ضمير وموجعه. وبعدين بعد اذنك يا دكتور انا هديله حقنه قبل ما يهيج تاني وتجيله النوبه. اتفضل يا دكتور اديني حقنه 2 ما دام هي دي اسهل وسيله للسيطره على العقل، وما دمت كمان مش عايز تسمعني. لحظه واحده يا دكتور عادل، وبعد ما اسمعك يا سيد حامد انا عارف انك غلطت،
ان مش هي دي الوسيله اللي وصل بيها صوت عقلي لاداره المستشفى وتسببت لكم في طوارئ وهرجله كتير قوي، ومستعد اتحمل عقابكم بنفس راضيه. عقاب ايه يا ابني؟ احنا مش جهه عقاب، احنا مستشفى مهمتها انها تعالجك من الالم اللي انت فيه، واللي انت عملته ده حاله هستيريا محتاج علاج. وتفتكر حضرتك الحقنه المهدئه ولا الصدمه بالكهرباء هي اللي هترجع لي اتزاني؟ انت اتعلمنا الصح والغلط، امسكوا يا شحته. من غير شحته ما يمسكني، خليك يا شحته. اتفضل يا دكتور. دراعها اتفضل، اديني الحقنه المهدئه. هي صحيح بتهدني وساعات بحس انها سرقت روحي، بس عقلي بيفضل شغال وبيسالني لحد امتى هيفضل العذاب ده يا حامد يا ابن عبد التواب. انت عارف انت دخلت المستشفى ازاي؟ طبعا عارف، دخلت المستشفى بحكم محكمه. والمحكمه جابتك هنا ليه؟ سعادتك عايز تعرف الحقيقه ولا الاسباب والاوراق والتقارير اللي خلت المحكمه تحولني لمستشفى الامراض العقليه بدل ما يدخلوني السجن؟ انا عايز اسمع الاثنين لو سمحتم. سجونا شويه. طيب اللي على الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا عريس بنت؟ اتفضل اتفضل. انا كلمك اتفضل تعالى. اهلا 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 جوزتي. ده ايه النور ده كله؟ لا ده كله نورك يا حمادي. حط هنا يا ابني، يلا توكل على الله بالسلامه. وليه ده كله يا سي صديق؟ كفايه دخلتك علينا دي بالدنيا. لا دي حاجه صغيره كده. صغيره؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده كل دي حاجه صغيره؟ بس دي كتير عليك قوي يا ابني. ده انا روحي كلها ما تغلاش عليك يا ابو صفاء. الا صحيح بالحق يا فين؟ موجوده يا دناي، اقعد ارتاح. ادخل يا ابو صفاء، خليها تيجي تسلم على جوزها عقبال ما اتكلم مع سي صديق به كده كلمتين. بس بقول لك ايه، ما تتقليش عليه في الكلام ده يكرهك. ده ابني، ده في معزه صفاء واكتر. ربنا يهني سعيد بسعيده. لا يهنيه بام صفاء، بس انت اطلع منها. خلاص هطلع. افتح يا دنايا. ربنا يخليك لينا. بقول لك ايه يا سي صديق، يا اخويا انا مش عاوزاك تبعتك فلوسك كده على حاجات ملهاش لازمه. لا ملهاش لازمه ازاي يا حماتي؟ ده انا منايا امد ايدي في السماء اجيب لصفاء حته هي واهلها. احنا يا اخويا مش عاوزين حاجه، احنا عايزينكم انتوا اللي تتهنوا وتساعدوا يا دنايا. بنفسك ونفس عام ان شاء الله. نفسنا ما يعملش حاجه، اتجدع عن كده وهتشقى اللي تقفل عليها بابك ويبقى باب الهنا والسعاده عليك يا رب. ما انا جبت الشقه والمفتاح اهو. انت بسكت وما تجيبش سيره لحد. ايه؟ ما تجيبش سيره لحد ازاي؟ ده انا عايز افرح صفاء. اسال يا دنايا واعملها لها مفاجاه لما تجيب لها العفش. لا ما انا اتفقت على العفش خلاص، وان شاء الله هاخدك انت وعم رفاعي عشان تتفرجوا عليه وتتعرفي بقى على ذوق جوز بنتك. نتفرج على ايه يا سي صديق؟ العفش للعريس والعروسه، وان شاء الله تنام على الارض. هي راضيه مدام معاه. تنام على الارض ازاي؟ ده انا نايمها جوه رموش عيني. صدقني يا حبيبي احنا بنشتري راجل ومش عاوزين نتقل عليك. ده انا تقلها بالذهب، ده انا اشتريت لها 3 اوض ومطبخ امريكاني مفيش زيه في اوسنا كلها. ما هو الحلو ما يجيبش غير الحلو. ان شاء الله يا حماتي هعدي عليكم بكره الساعه 2 عشان تشوفوا العفش وننقله في الشقه بالليل. والشقه بقى في عماره الصناديلي ولا في حته تانية؟ يا سلام، في عماره الصناديلي يا حماتي، وفي الدور الثالث. وشقه ايه؟ بحري ترد الروح. تدوسوا عتبتها برجليكم وتبقى شقه السعاده والهنا. قادر يا كريم، وما يدخلش ابدا بناتكم شر. يا صفاء يا ست العرايس، تعالي شوفي جوزك يشرب ايه، ولا هتسيبوه كده ريق وناشف؟ ريق وناشف ازاي بقى وحبايبه كلهم موجودين؟ لا امال فين صفاء؟ انا هو يوم عادي جنب جوزك. شربات يا عريس. ربنا يخليك يا عمي. ألف مبروك صفاء حبيبي تبوها. شرباتك يا حبيبتي. ما تكسفنيش بقى ياما. بعد إذنك عريس هخش أعمل لك فنجان قهوة من البن بتاعي عشان تعدل المزاج. براحتك يا عم اتفضل. زغرتي يا نبني عيني من جوه. شوفي جوزك جاب لك أحسن شقة في البلد كلها، وعفش إيه بتاع بهوات وبشوات بحق وحقيقي. ما زغرتي يا بيت. بس أنا ما بعرفش زغرت ياما، وأنت عارفة كده كويس. أزغرت أنا وأكيد العوازل. كفاية يا أم. وكفاية ليه يا نن عيني من جوه؟ ده أنا هين عليا أفتح الشباك وألم كل اللي في الشارع. وحشاني أوي يا صفاء. الله يخليك يا سي صديق. أنا جايب لك هدية صغيرة كده.
يا رب تقبليها مني. الله، دي حاجات حلوة قوي. المهم يا حماتي، مش هنحدد بقى ميعاد الدخلة. صبرك شوية، مش لما اشوف حكاية الشقة والعفش، ولا انت كده عايز تاخدني على مشامي؟ اكملني قبلت ادخل على دره. تاني يا صفاء. درة ايه؟ عيب يا صفاء، ده انت عندي سي صديق الاولى والتانية والتالتة، مش كده برضو يا دنايا؟ وربنا وحده اللي يعلم عزة صفاء عندي قد ايه. والدخل عايزها انت بقى. اللي تشوفوه ماشي عليا وراضي بيه، بس اهم حاجة تبقى سكيتي زي ما اتفقت معاك. ولو اني قلبي انكسر لما وافقتك على طلبك ده وعدم عزومة حد، وانت عارف بقى جواز البنت الوحدانية كان لازم يبقى ملعلك كده عشان يفرحها وتفرحنا. بس غالي والطلب رخيص، انت جاهز؟ طبعا جاهز يا حماتي، وان شاء الله بمشيئة الله هنسافر بكرة مصر وحجيب لها كل اللي هي عايزاه. خلاص يا حبيبي، اسبوعين كفاية قبل ما توضى بروحك. يا حماتي بقولك جاهز، وان شاء الله لو في موافقة يبقى الدخلة الخميس الجاي. انا ما عنديش مانع، بس انت توضى بروحك لمراتك عشان تقضي معها اسبوع ولا اسبوعين، وما تجيش من تاني يوم الصباحية وتقول لها انك عايز تروح عند الست هدير. هدير؟ سامع؟ سامع يا صديق؟ يمين حلو، بس مش كفاية. مش كفاية ازاي بس يا عاصم؟ الله، بقول لك كاتب العزبة باسمه. ايوة ادي حاجة، انما حاجة التانية اللي ضغطه موسطه وتخليه بطوع ليك وغصب عنه هي التلويشة. تلويشة؟ تلويشة ايه دي؟ ضربة تقطم ظهره وتخليه يلف حوالين نفسه ويضبش وما يشوفش، ساعتها بقى لا هيقدر يقوم ناحية ابن اخوه ولا يسأل ولا يطقص عن حد. طب نورني، ازاي؟ انا معرفش ازاي، بس اقدر ابين لك امارات وانت بقى سيدنا بيفهم وتخلص. اخلص ايه؟ هي فزورة. ايوة فزورة. امال يعني انتوا عايزين تاكلوا بالساهل كده؟ مش لازم يبقى فيه تعب؟ ما هو تعبنا معاه طول عمره. بس عمركم ما ربطتوا رقبته. المره الوحيده اللي كنا هنظبطه فيها ظهر اخوه الله يرحمه راح فيها، وهو كوش على كل حاجه ونفد منها. الله، انت كنت عايزه نموته هو راخر ولا ايه؟ يا راجل تف في عيبك، نموته ازاي؟ وبعدين النعمه دي كلها تطير من ايديكوا بصراحه كده، وعلى مفتش جوز اختك ده لازم يسرق سرقه جديده كل اللي حواليه يحسوا بيها، ساعتها هتبقى راسه في الطين مش هيقدر يرفعها ابدا. ايوه بس هو ما بيسرقش وانت عارف كده كويس. يا سيدي سرقوه انتوا، مش هو الوصي؟ انتوا لازم تلعبوها كويس قوي، ساعتها هو بقى هيضطر يرفع دعوى الحجر وهيتلخبط وهيتعب وهيبقى مرعوب. اقول كمان ولا كفايه؟ ايوه بس دي مساله مش سهله برضه، يعني عايزه تفكير جامد. بس خلاص فكر وتكتك واعمل زي ما انت عاوز ونفذ وادعي لي. المهم مالك مده ما رحتش مصر؟ ما انت شايف اللي انا فيه يا عاصم. انا متاكد انك مخبيه عليا حاجه. هخبي عليك ايه يا عم؟ مفيش حاجه. وهخبي عليك ليه بس؟ عشان كلامك اتغير معايا ومش ممكن تكوني كدابه. ما تزعليش مني يا بنتي. عمي انا عمري ما زعلت منك. يعني تفتكر الناس دول طبوا كده من السماء على حامد وعليك انت وهدير؟ لا طبعا يا عم. طيب افتكر كده كويس، شفتيهم قبل كده؟ تخيلت بيهم قبل كده؟ انا اول مرة كنت اشوفهم كان يوم الحادثة. اكيد مسؤولين عليه. ده اللي متهيألي يا عمي، وانا قلت الكلام ده في المركز. بس ايه؟ بس البوليس ما اخدش بكلامي بعد الفلاحين ما شاهدوا على حامد. طيب انت ليه كنت بتعيطي يوم ما جيتي معايا عند ضابط المباحث؟ هقول له ايه بس؟ اقول له ان امي ممكن تتبهدل وان بابا هيدمر الدنيا كلها لو اتكلمت. ما ردتيش عليا يعني؟ كنت متضايقه وتعبانه يا عمي. بس انت قبلها كنت متحمسه وقلتي لي ان انا ممكن اطلعهم من الف واحد. ايوه فعلا يا عمي. طيب امال ايه اللي خلاك اتغيرتي وفقدتي حماسك؟ هقول لك ايه بس يا عمي. ابوكي؟ ماله بابا؟ كلمك في حاجه ضغط عليكي؟ لا بابا هيضغط عليا ليه؟ انا مش عرفني، انت اللي عارفه وقولي لي. هقول
اقول لك ايه بس يا عمي؟ ما انا لو قلت لك قول مش هتقدر تعمل حاجه. دول راقبوني ووصلوا هنا لحد العزبه، وفي اللي بيساعدهم هنا وقريبين مني ومنك، وممكن لا لا يا عمي انا خايفه على حامد اكتر من الاول. دول ممكن ايديهم تطول وهو في المستشفى. وانت ايه اللي حرفك؟ أرجوك يا عمي خلي بالك من نفسك. قولي لي يا بنت الله يسترك. تامر جاي، تامر جاي. تامر يجي ولا ما يجيش يهمنا في ايه؟ قولي لي يا بنتي، انت عارفه حاجه انا مش عارفها؟ مفيش حاجه يا عمي. مفيش حاجه ازاي؟ انت باين عليكي عارفه حاجات كتير، وشك بيقول ان انت مخبيه وراكي بلاوي. مفيش حاجه يا عمي. عمي ابوس ايدك. ابني عارف حاجه انا معرفهاش؟ اسكت اسكت دلوقتي. اسكت ليه يا بنتي؟ فهميني ريحي قلبي. مش هتفهمني يا عمي. مش هفهمك ليه؟ هو في ايه؟ ما انت برضه ما فهمتش حامد لحد ما ضاع من ايديك. الحكايه كبيره قوي يا عمي. خلي بالك على نفسك وخلي بالك من اللي حواليك. ايه يا بابا؟ ايه اللي مضايقك وموترك كده؟ عملت ايه بابا نواره؟ هعمل ايه في عم يعني؟ ما تسأله ما هو قدامك. اكيد قلت له حاجه نرفزته وحرقت دمه، ولا انت فكرك يعني ان انا ما بحسش ببابا لما بيبقى متضايق؟ انت اللي بتحرق دمي، بتحرق دمي وبترفع ضغطي بركوبك حصان ابن عمك. كده مش كويس يا عمي، هيحطوني في دماغهم اكتر ويكرهوني اكتر ما هم كارهيني. وبعدين يا عمي حصان حامد هو حصان تامر، مفيش فرق. انت مالكيش دعوه، مالكيش دعوه. انا بكلم ابني. الله، اياك اشوفك بتركب الحصان ده تاني. انت بدات تسوسي فيها يا بنت انيسه. طيب اما نشوف. وبعدين معاك يا مفصل، هو انت يعني غابه تقهريني وتحسنيني وتنكدي عليا؟ انا مش حاسه ان بنتي اتجوزت ولا حاسه بفرحه. هلا انت عايزه ايه بالظبط يا مفصل؟ عايزه ايه؟ مش انت اللي وافقتي وقلت عريس ما بعده عريس وراجل ما بعده رجاله؟ انا عايزه اعرف فهين يعني لو كان عمل لها فرح وفرحنا وفرح حبايبنا، ولا عشان احنا سهلنا له في كل حاجه رخصنا بنتنا؟ رخصنا ده ايه؟ اوعي تقولي الكلمه دي. الراجل رخصنا ولا حاجه، ده دافع دم قلب. مش خساره فيها ولا يكفي قهرتها، وهي رايحه له النهارده من غير ما تلبس فستان الفرح. برضه هتقهريني وتنكدي عليا. فستان الفرح ده ايه؟ فستان الفرح بيتلبس الساعه واحده ويترمي في الدولاب، المهم انه يهنيها ويسعدها وهو ده المأمول. يا قهرتك يا بنتي دلوقتي، يا ترى اتعشيتي ولا نمتي من غير عشاء؟ برضو هتقهريني. عشاء ايه اللي هتنام من غيره؟ ده جايب لها طباخين قعدوا يطبخوا 7 ايام عملوا لها اكل قد كده، وانت خدت 18 شنطه بلاستيك رحت مليتيهم ايش رز وايش لحمه وايش فاكهه وجبت اكل قد كده يكفي العباره دي كلها 20 يوم. وبتسمي دي غرامه؟ لا لسه، ياما هيعزم ويغرم زي ما قهر بنتي كده ودخل عليها من غير لا حس ولا خبر. يلا تلبسي فستان الفرح. البسه ليه دلوقتي ولمين؟ تقدر تقولي؟ عشان جوزك حبيبك اللي باع الدنيا كلها واشتراكي. لو كنت اشتريتني صحيح كنت رفعت راسي قدام اهلي وجيراني وقرايبي وعملتلي فرح. الفرح في القلب يا صفاء مش بالمظاهر. ليه؟ هو انت ما عملتش فرح لهدير بنت عمتك ولا ايه؟ ايه اللي جاب سيره هدير دلوقتي يعني؟ انا ما صدقت اتجوزت الانسان اللي بحبها واللي حبيتها طول عمري. هو انت ما حبيتش هدير بنت عمتك ولا ايه؟ يا صفاء انا عمري ما حبيت حد غيرك، ولا شفت في الدنيا بنت اللي انت، ولا احب حد غيرك. صدقيني يا صفاء انا بحبك انت. ما تتكلمش عن الحب، انت ما تعرفوش. انا بس اللي عرفته مكود بناره، مستحملت شتمت امي ليا وانا قاعده مستنياك 5 سنين وانت بتلاوعني، وفي الاخر لقيتك متجوز ومتهني. يا حبيبتي ما انا هنا معاك انت وعمري كله ليك انت. والكلام ده بقى بتقول منه الهدير ولا بتقول احسن منه واكتر؟ يا
يا سلام. طب لحظة واحدة بقى، لحظة واحدة، واضح انك عايزة تقلبي الليلة غم. قول بقى كده، قول ان انا اللي بجيب الغم وغيري هو اللي بيسعدك. طب اتجوزتني ليه من الاول لما انت شايف انني سكتي كلها غم؟ يا صفاء يا صفاء يا عقلي بقى، وما بوظيش الليلة. انا قلتلك ان انت سكت غم. انت لسه قايل بعض من لسانك دلوقتي ان انا هقلب الليلة غم. ما انا اعمل ايه بقى، ما انت كلامك اللي فور الدم. ما هو انا لما اشتريكي وانت تبيعيني. قول بقى ان انا شروة مش جوازة. يا صفاء صدقيني انا ما اقصدش اي حاجة من اللي انت بتقوليها دي. ازاي تبقي بيعها ولا تشارة وانا بحبك؟ يا صفاء انا اتجوزتك عشان بحبك. طب احلفلك بايه؟ اني ما حبيت حد غيرك. وانا بسألك، بتحب هدير ولا لا؟ بكرة تعرفي ان جوازي من هدير كانت ظروف اتفرضت عليا وما قدرتش اقول لك. كان ممكن اصدق الكلام ده لو كنت جيت وقلت لي قبلها. اقول لك ازاي يعني واكسر قلبك؟ يا صفاء صدقيني انا. انت ايه؟ انا هعوضك عن كل لحظة تعذبت فيها. هل فكرت اني بعتك او نسيتك او حتى حبك نقص جوايا؟ هتعوضني ازاي يعني؟ سيب الايام توريكي صديق حبيبك، حبيبك روح قلبك بيحبك قد ايه. وعلى فكرة اليوم ده هيبقى قريب قوي، يوم ما هاخدك من ايدك وارفع راسك قدام ابويا وهدير وجوز عمتي، وهعلنها للدنيا كلها اني ما حبتش ولا احب ولا قلبي انفتح لانسانه في الدنيا غيرك. صدقيني يا صفاء انا عايز اساعدك. بعد ايه؟ العمر لسه قدامنا، واللي ضيعته بخوفي من ابويا وعمتي هصلحه. هثبت لك انك اتجوزتي راجل بيقدرك ويحبك عشان خاطر يا صفاء. نفسي افرح ولو يوم واحد في حياتي. البسي فستان الفرح يا حبيبتي. اتفضلي يا مدام وفاء. ميرسي يا دكتور. خير يا مدام وفاء؟ بصراحه يا دكتور انا مش عارفه ابدا ازاي. قولي لي يا وفاء في ايه؟ الدكتور علام كلمني امبارح وانا بلغته باللي حصل وعايز ينزل مصر. ليه بس؟ يبقى جوزك اتجنن. انا قلت له ما تنزلش لما اتكلم مع دكتور محمد. علام كده بيعقد الموضوع، ونزوله ممكن يدي نتائج عكسيه، وده بيبقى عند ومش لصالح الولد. طب والعمل ايه دلوقتي؟ اديني تليفونه هناك وانا اكلمه. حاضر، انا محضره لك النمره. علام ده راجل متهور، وده ملف حامد اهو، كنت رايح للمدير اناقشه معاه بصفقه قديه. فندم دكتور. ايوه ابراهيم، حاجه سهله المدام لو سمحت. حاضر. ميرسي، انا مش عايزه حاجه، وانا عندي ميعاد مع الدكتور زي ما قلت لحضرتك، بس انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. انا عايزك تطمني خالص وانا هكلمه، اما بالنسبه لموضوع حامد ان شاء الله اشوف له حل. ده رأيي أنا شخصياً، ورأيي الأول والأخير يا سيادة. ما تنساش إن أنا اللي كتبت طلب نقله بنفسي. يعني سيادة كنت مقتنع بيه قبل تصرفه ده؟ حالة الفوضى اللي عملها دي ما هياش السبب في تغيير وجهة نظري، وإنت عارف كويس. حالة الفوضى دي مؤشر مرضي، وإنت فاهمه أكتر مني. والحالة دي بيلجأ ليها المريض لإحساسه بالعزلة من غير مبرر. يعني إيه من غير مبرر؟ على الأقل المريض بيبقى مدرك في اللحظة دي إن المبرر لفرض عزلة عليه بالإضافة لنظرة التمرجي والحارس ليه بيفقدوا قدر من التوازن النفسي اللي بدأ يشعر بيه ويفكر فيه. أرجوك يا دكتور محمد ما تبررش موقف مريض حالته الذهنية غير مستقرة أصلا. أنا سمعك حوار على الشريط ده وسيبك أنت تحكم عليه. شريط إيه ده؟ أنا إذنك. استنى بس، عايز اعرف شريط ايه وفي ايه. حسيبك تسمعه، اما شريط ايه فانا سجلته مع حامد في وجود الدكتور عادل وزقزوق بعد ما خرجته من اوضته واخدته في مكتبي. كويس، يبقى عايز توصل لايه بقى في الشريط ده؟ عايز اوصل لك ببساطه حاله تفكير مريض حاسس بالوحده والانعزال، في لحظه حس انه اتاقلم مع ظروف جديده، عايز يعيش في وسط جماعه. يعيش وسط جماعة ازاي وهو على درجة كبيرة من الخطورة بالشكل ده؟ انا واثق انك هتلاقي الاجابة بعد ما تسمع الشريط. اتفضل يا دكتور. دراعي اتفضل، اديني الحقنة المهدئة.
هي صعبت الدنيا وساعات بحس انها سرقت روحي، بس عقلي بيفضل شغال. انت بتوقف الشريط ليه؟ الشريط مدته ساعه ونص، وانا مش عايز اسالك وقتك، المستشفى محتاجه وقتك كله. انت عايز تفهمني ان الكلام اللي قاله ده كله صح وفي نظره تفكير عقلانيه؟ انا مش عايز حكمك في نقله عنبر جماعي او عدم نقله، انا هسيب الشريط لحضرتك تسمعه براحتك، وما تحب نحندردش حواليه، انا تحت امرك والراي الاول والاخير لسيادتك. عن اذنك. احنا ما ورناش غير حامد ده. وقعدت تقول لي انا عارف كل مفاتيحها هحطها في عبي وعملت لي فيها فنط. انا فنط غصب عن جدودها. اهو ده اللي انت فالح فيه، لسان على مفيش. يعني اعمل لها ايه يا جماعه؟ اقتلها عشان ترتاحوا؟ قتل ايه يا ابني؟ انت مفيش لزرتك غير القتل دي وخلاص. بكفايه المره اللي فاتت جرجرت رجلي وادينا محصورين فيها لغايه دلوقتي. ما انا ما عنديش حل تاني، انا كرهتها خلاص. تكرهها تحبها ده ما يهمنيش، المهم البت دي تخرس خالص، لا اما نشوف لها حل. البت دي يا ماما بيني وبينك كده عامله زي العرسه. زي امها عجينه واحده. انا خايفه على تامر منها، دي لو اتجوزها هتوري له النجوم في عز الظهر وهتنطقه اللي عمره ما قاله كل الاسرار اللي احنا مخبيينها، وهتكلبش في رقبته. انا مش عايز حاجه يا جماعه، انا كل اللي عايزه انها تبطل تسوس في ودن بابا. مش هتبطل تسوس في ودن بابا ولا غيره، ولازم انت تبقى عارف كده كويس. اسكت انت، انا عارف كل حاجه. بطلي الارشادات والنصايح، عامله لي فيها ام العريف، خرقتين خلاص. يا فرحتي بيكم يا ولاد عبد الرحيم، قوم يا واد اضربها وانا قاعده كاني مش قاعده، واجري اجري على بتوع قويسنا. مين هم بتوع قويسنا دول؟ بص لي يا واد وبحلق، مش عارف مين اللي بتسهر معاهم؟ الشله بتوعك انت وجوز اختك. لا ماما، لا ماما، انت فاهمه غلط، انا مالاش شله وما بسهرش مع حد. بطلي الابر اللي بتديها لماما دي. انا بدي لماما ابر ليه يا حبيبي؟ فاكرني اتبدلت بالمحروسه بتاعتك اللي عماله تولع الدنيا حريقه؟ اول ما هتحرق هتحرقك انت. خلاص يا هدير، هي فعلا هتولعها حريقه وتاكل الاخضر واليابس. ابوك مديها ودانه وخالك مش قادر عليها وما حربايه مقويه علينا. على فكره طنط انيسه مش عاجبها حركات نواره دي. ايش عرفك يا حبيبي؟ كلت من الوليه السهتانه دي وخلاص رجليك راحت على المضيفه؟ يا ماما انا ما بروحش المضيفه لما بقول لحضرتك، ودايما طنط انيسه تشتكي من النواره. تشتكي تقول ايه؟ ان شاء الله يهبل. انا مش اهبل يا ماما، انا مش اهبل، هو ده اللي بيحصل. وبعدين خالي هو اللي مش قادر يشكمها. انا بقى اللي هشكمها واشكم امها، ابوك بس اللي فلت مني. انت يا ماما مش قلتي ان لما هنكتب المزرعه باسمه هيهدى؟ كنت فاكره عاقل، ما اعرفش انه عاوز يسمع كلام نواره. والحل يا ماما؟ هنفضل ساكتين كده على البيت دي؟ مش هينفع. يا اما انا بقى اللي هطلع لسانها من حلقها بايديا دول. عربيه جوزك دي بينه جه، مش عايزه جوزك يعرف حاجه على الموضوع ده. انا ما بقولوش اي حاجه، ده حاله اليومين دول بقى ماشي عاجبني. ازاي؟ فهميني. خلاص يا حامد يا ابني، محدش قدك النهارده بقى عامل اسطوات. الحمد لله ربنا يديم ستره عليه وعلينا. مبروك يا حامد. الله يبارك فيك. تعرف بقى ان انا ما نمتش طول الليل، كنت وحشني قوي وكنت قلقان عليك. انت وحشني اكتر والله يا عم زازون. ربنا يخليك ليا، ما تحملش بالك. رايحين فين؟ احنا بس كلها يعني قبل اي كلام تعالوا ورايا على المكتب. ربنا ما يحرمناش منك يا دكتور محمد ولا من وقفتك مع الغلابه اللي زي حالاتنا. اتفضل يا عم زقزوق، اتفضل يا حامد. اقعد يا حامد يا ابني، اقعد. ايوه رايح الشنطه كده يا اخويا، ايوه حطها في الارض كده. ايوه اذا كان في فضل نقلك لعنبر خمسه يا حامد، فده يرجع للدكتور علام، ربنا يرجعه بالسلامه يا رب. وعايز اقول لك يا حامد ان ده نقل مؤقت، في ايدك انك تستمر او ما تستمرش. لا باذن الله هيستمر لما ربنا كده ياخد بيده باذن واحد احد، وان شاء الله خروجه من المستشفى هيكون على ايدين جنابك. انت معاشرنا من زمان يا عم زقزوق، اذا كان هنا او في حي الظهر، وعارفني كويس ان انا بتمنى ان اي مريض يدخل عندي يطلع كويس، واساعده بكل الوسائل انا وزمايلي اذا كان في الاول او في الاخر. لا لا ان شاء الله انا مش هسبب لكم اي مشاكل، هبقى مخلص ومطيع طول الوقت. اتمنى ده طبعا. والحاجه الثانيه مش عايزك لا تمسك لا مقص ولا موس من عند القسطة زقزوق. ان شاء الله مش هيحصل، وانا بوعد سعادتك بكده، ولو حصل مره ثانيه يبقى حضرتك حاسبني. بس انا عايز اتعلم الحلاقه. تبقى مش هتقعد في عنبره. انا عايز اشتغل، انا مش هينفع افضل عاطل كده. كفايه الايام اللي قضيتها قبل ما ادخل المستشفى ما كانش ليها اي معنى. انا دلوقتي عايز حاجه تشغلني، حاجه تنسيني الايام اللي انا اداره المستشفى تاهلك للتدريب على عمل يتناسب مع امكانياتك وظروفك، ودي اللي هتقرره اداره المستشفى والاطباء في الوقت اللي هم يشوفوه مناسب. بس انا نفسي اتعلم الحلاقه، وصدقوني مش هعمل مشاكل.
بس ده مش هينفع. لو حد ظبطك من التكاتره ومعاك اي اداه من ادوات عم زقزوق، انا مش هقف جنبك ومليش دعوه ولا اي حد. فاهم؟ فاهم طبعا يا دكتور. حامد كويس، وان شاء الله حضرتك هتشوف هيبقى تمام وعلي العال ازاي. هنشوف. عمر افندم، ابعت لحد ياخد حامد يوديه عمر خمسه. حاضر افندم. عشان انت داخل على المرحلة حلوة ان شاء الله. ورد وياسمين، فل. اهلا يا زقزوق. دكتور، ازي صحتك؟ ازي جنابك؟ مش هوصي حضرتك يعني على حامد. اهلا يا حامد. يا سيادة اللواء، انا عشمان بقى افكاره ومساعدتك يعني تقف معايا. ابني حامد تخلي بالك منه. ما تقلقش يا زقزوق، انا مش قلقان طول ما الافاضل والاكامل موجودين. خلاص، وانا هظبطكم اخر تظبيط. جبت كلونيا جديده والمكان كله اتجدد خالص، وسنيت المواس، جبت مسني جديد حلو قوي قوي قوي، هيخلي الدقن ايه كده اهو زي الفل اهو. شايفين اهو هيبتدي النهارده ان شاء الله الشغل. يلا ورد وياسمين، فل. هندسه ماشي يا عمي. اضحك بقى. لا اضحك جامد، لا جامد. شكرا يا مستر زقزوق. لا عفو، لا وسط اي حاجه انت عارف. زودك معانا. حاضر يا عم. اهلا يا ابني، اتفضل. انت دخلت الجيش يا ابني؟ لا، اصل انا وحيد. يبقى عملت كشف عيله؟ انا يتيم. يتيم ازاي؟ امال زقزوق ده يبقى ايه؟ زي ابوه. جرى ايه يا جماعه؟ انت واقف كده ليه وسايب الباب مفتوح؟ الهواء داخل شديد قوي هيطير دماغ الراجل. يلا يلا يا اخويا خلينا الباب اوام. حاضر يا دكتور. وانت يا ابني اوعى تخاف ابدا. ما تخافش هنا من اي عفريت او شيطان يتنطط قدام عينيك. هنا يا ابني في امان كبير قوي، امان العلماء والمفكرين والناس الطيبين. الفيش والبرايز عندك سليمة ولا؟ نعم، تاكل بلوزة بالمكركرو تشرب عصير بدنجان. والله والحقيقة الدكتور زقزوق حكالي عنكم كلام كتير قوي، وحكالي عن خفة دمكم. بقول لكم ايه يا جماعة، شوية عليه شوية، ده ضيفنا وحبيبنا. على فكرة زقزوق ده حبيبي صديقي، انا اللي اديته الدكتوراه بتاعته اول ما جالي هنا في الحلاقة، وكنت كمان رئيس لجنة المناقشة اللي ناقشت رسالة الدكتوراه بتاعته. هو يعني قال لي حضرتك يعني قال لي كلام كتير قوي. وانت كمان، انت كمان ممكن تاخد الدكتوراه بتاعتك من الجامعة بتاعتي. بس لو انت لسه صغير علينا. انا ما عدتش صغير، انا بعد بكرة هتم 21 سنة. 21 سنة وانا عمال اقدم في مرطة والناس كلها مش سامعاني، زي ما تكون كلها اترشت. بقطرش حاجة غريبة، زي ما يكون اتأصلت فيهم يا أخي عادة التنبلة الفكرية. اللي أقولي أنت تعرف يعني إيه التنبلة الفكرية؟ الحقيقة يعني التنبلة الفكرية هايل هايل. هو ده السهل الممتنع، الإيجاز في توصيف الحالة من غير سرد ولا إسهال في التعريف. برافو عليك، برافو عليك جداً، انت عبقري. الايجاز انجاز. ادوله سرير في عنبر البركان. من النهارده هيعرف يعني ايه هو الانسان، وازاي يعرف يطلعه من بين مليون حيوان. يا عم زقزوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في زياره النهارده يا استاذ؟ لا انا مش جاي زياره، انا عايز المدير بعد اذن سيادتك. انا عايز المدير. حضرتك عايزه في ايه؟ عايزه في امر ضروري ارجوك. حضرتك واخد منه ميعاد؟ لا مفيش ميعاد، بس انا عايزه ارجوك ارجوك ضروري، لازم اكلمه ارجوك. طب نقول له مين حضرتك؟
انا عبد الرحيم الكومي، عم حامد عبد التواب الكومي المريض هنا. طب خليك معايا لحظه. الو، صباح الخير يا فندم. في واحد جاي قبل حضرتك بخصوص حامد الكومي. اقول له اتفضل. حاضر. طب بطاقتك لو سمحت. خليك معايا لحظه واحده. اتفضل سعادتك، الاستاذ منتظر حضرتك. البطاقه هاخدها بعدين وانت راجع حضرتك. شكرا. اتفضل. انت فين يا خالي؟ دي ماما قلب عليك الدنيا. امك عايزه ايه بقى؟ مش عارف يا خالي. لا انت عارف ومخبي. بس بصراحه كده يا خالي، ماما متضايقه من تصرفات نواره وبتقول لك ان انت لازم توضح حد للموضوع ده. فعلا عندها حق، انا لازم اضع حد للموضوع ده النهارده قبل بكره. الواد خلاص المجنون قرب يكمل 21 سنه، وخلاص المجلس الحزبي ناوي يجيب لجنة جرد كبيرة. انت بتقول يا خالي مش ممكن؟ مش ممكن ايه؟ ما انا كنت عند المحامي امبارح وشرح لي الموقف كله. امك فين بقى؟ عند هديه. خايف عليه قوي يا دكتور. خايف عليه من ايه؟ اقول لك ايه بس، يعني ممكن حد يدخل له المستشفى يكون عاوز يأذيه او يعمل فيه حاجة. يدخل له المستشفى ايه ويأذيه ايه؟ هو سوق؟ دي مستشفى. مستشفى لها نظام وفيها دكاترة وفيها أمن وحاجة ما تخرش المية. أقول لحضرتك إيه بس، كلهم هددوني بأنهم ممكن لو عاوزين يوصلوا لرقبته يوصلوا لها ولو على سريره. هم مين دول؟ كتير كتير، الفلاحين اللي اتهموه بقتل ولادهم. لا 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 اطمن خالص، مفيش مخلوق يقدر يهاوب ناحية هنا، وحامد في أمان. مش جايز حضرتك حد يعمل نفسه مجنون ويدخل له جوه ويستفرد بيه. يعمل نفسه مجنون ده ايه ويدخل له جوه ده ايه؟ الا هي فوضى؟ دي مستشفى لها نظام. هو اي حد يجي لنا كده يقول انا عيان ندخله اقول له خش على العنبر الجماعي؟ لا، ده لازم يتكشف عليه من دكاتره على اعلى مستوى. وبعدين العنبر اللي هو داخله ده على فكره في ناس طيبين، ولاد حلال مهذبين كويسين قوي. اطمن. تشرب ايه؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا. شكرا. شوفي بقى انا هجيب لك من الاكل. إيه؟ ادي صور الفواتير، وادي عقود البيع والشراء، وادي الحسابات. وريني بقى هيعمل ايه اذا اللجنه جت. المحامي قال لك ايه اهم حاجه؟ المحامي قال لي انه ممكن يأجل اللجنة شهرين شهرين ونص بالكتير، واحنا خلال الفترة دي نكون خدنا حكم بالحجر الصحي. في الحالة دي ممكن يلغي اللجنة خالص ويكتفي بتقرير جوزي كل 6 شهور عن المصروفات والإيرادات. جوزي؟ انا جوزي عيار وفلت والبركة ببنتك. وانت كل حاجة هتجيبيها في بنتي ولا ايه؟ الله، مالها البنت؟ معقول عيلة صغيرة هتعمل كل ده؟ ايوة، كل ما بيهدى بتسخنه. طيب ما انت بقى اللي ما انتش راضيه تجوزيها لتامر وبتضيعي وقت. لا انا خاف على تامر منها. خافي من مين؟ البنت لو شفتيها وهي بتترعش قدامي ما كنتيش قلتي كلام زي ده. البنت دي لو فتحت بقها بكلمه انا اقعدها من الجامعه واحبسها في اوضه جوزها. المهم هنتصرف ازاي مع جوزك، ولازم التصرف يبقى بسرعه جدا زي المحامي ما قال. انت في دماغك ايه؟ انا في دماغي ان تامر يبيع الخيل من غير جوزك ما يعرف. من غير ابوه ما يعرف؟ اه. ده يتجنن ويفضحنا. مش هيتجنن ولا هيفضح ولا يعمل اي حاجه، انا هواجهه بالحقيقه، هحط قدامه العجز اللي عنده. 2,100,000 ده غير الخيل اللي يساوي ارنبين زيهم. يا نهار اسود، لا يطب ساكت. لا مش هيطب ساكت ولا حاجه، العمر واحد والرب واحد يا ستي. ده انت عاوز تموته بقى؟ يا ستي مش هيموت ولا يحزنون، وهيضطر يرفع دعوه لحجر الصحه على ابن اخوه. مش هيلاقي غير الطريقه دي عشان تفضل راسه مرفوعه لحد احنا بقى ما نعمل الحسابات براحتنا. انت عارف ان هو صاحب عيا، وحاجه زي دي ممكن تخلص عليه. هنلف وندور تاني ونقعد نفهم ونقول يا ستي مش هيحصل حاجه من اللي في بالك دي خالص. احنا عاملين لها ترتيب كويس، وانا حسبتها كويس خالص. وبصراحه بقى يا اما توافقي يا اما اخلع من هنا واخد مراتي وبنتي وامشي وتتصرفي انت. لو حصل له حاجه انا مش هعديها لك. برضه الإيراد مش كويس الأسبوع ده.
عشان البضاعه مش زي الاول يا صديق بيه. احنا محتاجين بضاعه، الزبون لما مؤاخذه بيجي يسال البضاعه ما بيلاقيش طلب. لا خلاص ان شاء الله الاسبوع الجاي انا هنزل شارع الازهر واشوف كل الحاجات اللي ناقصه الوكاله، بشوف ايه اللي ناقص واعمل لي بيه جرد. من عملت لسيادتك كشف من 3 اسابيع وحضرتك خدته وصينت. معلش كنت مشغول شويه، اعمل ايه بقى؟ وبيني وبينك الكشف مش عارف انا حطيته فين. يبقى اعمل لي جرد بكل الحاجات اللي ناقصه خلاص. طيب انا هكتب لك في النوتة اول باول الزبائن بتسال عليه ومش موجود عندنا، وبجيب لحضرتك النوتة خليها معاك. بقول لك ايه، فرغها في كشف واداني بكره. يلا بقى توكل على الله عشان عايز اقفل الوكاله. بس بكره حضرتك لازم تيجي بدري. اجي بكره بدري ليه؟ ليه في ايه بكره؟ عشان نسدد فلوس الحاج مرزوق. بقول لك ايه، بعدين نتكلم في الحكايه دي عشان انا مستعجل. الراجل هيزعل مننا غير بقى. بقى ايه يا سيدي؟ كل يوم والتاني يبعت المندوب بتاعه يطالبنا بالمديونيه اللي علينا ويبسفنا بكلمتين. الله، الراجل ده خرف ولا ايه؟ ما يصبر شويه وكل واحد ياخد حقه. صديق بيه، الوكاله هوت وبضاعه الحاج مرزوق ماشيه وبتجيب زبون، وبلاش نخسره. نخسره ولا هنخسر ولا حاجه، في بدل مرزوق 100 يتمنوا يدوني بضاعه بالاجر. مين بس دول؟ بقول لك يا ولا، انت هتقعد تاخد وتدي معايا في الكلام وتحاجيني كتير؟ دي وكالتي يا اخويا وانا حر فيها. معلومه، انا متاسف يا صديق بيه، انا غاز مصلحه الدكان. لا يا اخويا، خليك في مصلحتك انت ومالكش دعوه بمصلحه الدكان. يلا خف بقى شويه عشان عايز اقفل الوكاله. حاضر. بالسلامة يا حبيبي. حاضر. بقول لك ايه صحيح، انا جايز بكره اجي متاخر شويه، لو حد سال عليا قول له مسافر مصر وهيجي بكره. بس كده احنا هنخسر كتير قوي يا خالي. ولا هنخسر حاجه. ازاي بس يا خالي؟ هنبيع 50 حصان مره واحده، يبقى اكيد المشتري هيعرف ان احنا مزنوقين او محتاجين فلوس، وبالتالي هيبخس حقهم. يقعد يسمع كلام خالك، انا عارف المصلحه فين. ايوه خالي، بس هطلع 50 حصان مره واحده؟ لا لا لا، بابا اكيد مش هيوافق. وهو هيحس بحاجه. ومش هيحس ازاي يا خالي، هم عصافير. ايوه يا اخي، الله هنطلعهم من غير ما يدرى. ايوه خالي، بس لو بابا عرف هيتهور بحقه الحقيقي، وهتبقى زيطه، واللي في دماغك عمره ما هيتم. مالكش دعوه بيه، احنا هنجيب واحد يحمل الخيل كله في ليله واحده، وانا وانت هنكون مع بابا. هنكون معاه فين؟ هنتصرف، ومش هيخليه يشك فيك ولا في حد فينا. ونوره وطنط انيسه مش هيحسوا بالخيل وهي طالعه؟ نوره هتبقى معانا هي وامها والعيله كلها. هنروح فين يعني يا خالي؟ عند هديه اختك حامل. طب ومين بقى اللي هيحمل الخيل ونستأمنه عليها وهيدينا حقنا؟ اوعى تقول لي عاصم الدرفيل يا خالي. شوف بقى، ايوه انا اتفقت على كل حاجه، فاضل ميعاد التسليم، وده طبعا ما قدرتش احدده الا لما تقول لي عليه عشان ما يحصلش غلط. ادي حاجه. ايه ده، هو لسه في حاجه تانية؟ طبعا النقل. وماله النقل ده اخر جرى يا عمونا؟ 50 حصان عشان تنقلهم في ليله واحده ومشوار طويل زي ده، محتاج يجي 10 عربيات ورجاله بتفهم في نقل الخيل، وعشان ما يحصلش خساره. طب انت يعني مالكش صرفه في الموضوع ده؟ هي في صرفه بس هتكلف كتير. طب وماله يا اخي؟ ما تتكلف. الله، احنا دافعين حاجه؟ ما هو من دقنه وفتله. ولما ابن اختك يقف لنا فيها ويعمل لنا فيها ابو العريف. لا لا لا، اطمن. يعني ايه؟ اتكل على الله واتفق وادفع. شوف شغلك. المهم انت اتفقت مع الجماعه على التنفيذ امتى؟ ليله الجمعه. هتحتاج كام ساعه؟ يعني 5 ساعات على الاقل. مش كتير. لا مش كتير، لازم نضمن ان الخيل دي وصلت للمشتري في الاسماعيليه وترستقت وبقت في الامان. يا مسهل. يبقى ابعت لك المشتري بكره وتيجي معاه. طبعا. هيبقى الساعه كام؟ انا بقول نخليها بعد الظهر بساعه، اكون انا اطمنت على الجو ويكون عبد الرحيم بره مش في العزبه. ماشي، ولو اني مش مطمن للي اسمه تامر ده. لا اطمن خالص، تامر ما يقدرش يعمل اي حاجه، اصل اختي هتحضر الاتفاق. الاتفاق كله الفاضي والمليان. لا الفاضي بس يا عمونا. الله، جرى ايه يا عاصم؟ المليان ده بقى يا سيدي بينك وبين المشتري وبيني. كتر خيرك يا سعاده البيت. اني اصلي اشتغلت امال حكم يعني الايد البطاله نكسه، واني طول عمري واخد على الشقه. ايوه، بس اشتغلت فين وعند مين بالظبط؟ اشتغلت عند الحاج مرزوق السويفي. حاج مرزوق
الدور السويفي ده ما عندوش خيل. ايوه بس عنده لمؤاخذة زريبة وفيها مواشي، واني راجل فلاح والحاج مرزوق تاجر، واني بشتغل كلفته العمر، وانا يعني كنت اغلب. ربنا ما بينساش عبيده يا بيه، والناس الطيبين كتير. خد دول خليهم معاك يا ادريس. مستور يا سي عبد الرحيم بيه. وانا بزكي عليكم، ده حقكم عندي، ده جزء من حقكم عندي. احنا ملناش حق عند حضرتك، احنا حقنا عند ابن اخو حضرتك. وانا ايه يا ست زكية وابن اخويا ايه؟ طبعا مفيش فرق يا سعادة البيه، واللي عند عيلة الكومي ما يروحش. احنا بقى مش عايزين حقنا الا لما يرجع دنايا حامد صاحب الارض، وهو بقى اللي هيسدد اللي عليه. صدقيني يا زكية، انا لا يمكن اسيب ابن اخويا مرمي في المستشفى ده، هي تموت قدام عينيا وانا ساكت. مش هسكت يا ادريس، مش هسكت يا زكية. دايما يا بيه دايما تقول مش هسكت، ولما اغزى بتسكت. معلش يا بيه ما تزعلش مني، انا كلامي ناشف حبتين، وده عشان دايما بقول الحق. انا لا يمكن ازعل منك يا زكية، ولا منك يا ادريس. انتوا في عينيا، انتوا دين في رقبتي، ولا يمكن اسيب ابن اخويا يموت قدام عينيا. انا هحفر الارض بايديا لغايه ما اثبت براءته، واخليه يرفع راسه قدام الدنيا كلها، شمالها وجنوبها.